هسه نقطع وحده ونشوف. هذا لازم يكون القوام عشان من برا كريسبي من جوا هش. واطيب سميد تركي. هنا أنا عندي كوب وثلاثة ارباع مي دافي، ثلاث ملاعق صغيرة من الخميرة راح اخلي، شوفوا، وراح اخلي ملعقتين كبار من السكر، لان السميد ما يكون حلو. اذا حابين زيدوا حلا يصير شرك بعدين عراقي اذا خليتوا سكر اكثر. نخلطهم، نخلي الخميرة تختمر. هنا عندي خمس كوابة من الطحين، طحين عادي بالعجانة راح اعجن اليوم ويصير بدون عجانة. ملعقة ونص صغيرة من الملح، شوية نحرك نخلط الملح ويا الطحين. اضيف نص كوب من الزيت، هذا نص كوب من الزيت العادي، استعمل كريسكو هاي النوعية، اي نوعية ذرة يصير، عباد الشمس يصير، يعني الكل يصير. نص كوب من الروبا، لبن زبادي شو يسموه، نص كوب. احرك هسه شوفكم القوام شلون لازم يكون بهالحالة. اذا بيتكم لازم تفركوها فرق، شوفوا الخميرة بدت تختمر خلص، راح ابدي اضيفها للطحين شوية شوية. الى ان هسه طبعا راح احول المضرب اخليه مال العجن، هذا صدق سهلة بالعجانة اسهل والعجينة تطلع احسن، بس اللي ما عنده عادي يصير بيده. خلاص هسه راح احولها بكاسة مدهونة واخليها بس ربع ساعة ترتاح مو اكثر، ما اريدها تختمر كلش، ما تخليني اشتغل براحتي بعدين كل اذا اختمرت هواية. فهسه هاي صارت، راح اخليها اغطيها بالنايلون ومكان دافي بس ربع ساعة ترتاح بس مو اكثر، وبعدين نبدي. هاي غطيناها، نسوي الخليط اللي راح نغمس بيه السميد، بياض بيضتين ويا نص كوب دبس تمر، هذا نص كوب دبس تمر، وهذا هاي بياض بيضتين، ملعقة كبيرة من الطحين، نص ملعقة صغيرة من البيكنج صودا. ليش اريدها تقرمش من برا وتكون من جوا سافت يعني طرية. هنا عندي شاي مخدر حتى يعزز اللون مال الشرك، ولا نخليه هواية سكر تصير حلوة بعدين. طوخ اللون الحلو بالشاي هيجي ينطينا على برتقالي، ويا لون الدبس يطلع فد لون كلش حلو، يعني جربوها. نص كوب من الشاي المخدر يعني قبل ساعة هيجي، خلينا نقول نص كوب من الشاي نص كوب من الدبس. وهسه نخلط الطحين، لان الشاي بارد ترى لازم يكون بارد همينه على مود تذوب عندنا الطحين والصودا. هسه نخلطهم مع بعض هيجي ويا خليط الدبس والبيض هذه كلش مهمة هاي الخطوة. نحرك، انتهى خلص عندنا هسه هذا اللي راح نغمس بيه السميد على مود يلزق السمسم. سمسم هنا عندي كوبين 16 اونس، دا احمسه شوية على النار، ما اريده كلش يتحمر. هسه اشوفكم هيجي باعوا شوية تحميرة خفيفة، حضرت الصواني، خالة ورق زبدة عليها وحضر كل شيء، والعجينة ارتاحت ربع ساعة. وهسه راح نبدي نشتغل، هاي لازم اخلي فتشي جوا التخت حتى لا تتحرك. اول شي خليه اقطعها اسويها قسمين، قسم راح اغطيه واخليه واشتغل بالقسم الثاني. هذا راح اغطيه وخليه، ما شاء الله كمية يعني، خلينا الوصلة جوا التخت اهم شي حتى لا تتحرك، ونخلي طحين ونبدي نفتح العجينة. اريدها بشكل يعني مستطيل او اسطواني بكيفكم، شلون يعني المهم تجي اسهل هيجي. وابدي اقطعها يعني الى شرائح بالطول هيجي، شوف شلون. نبدي هسه شوية نفتحها هيجي العجينة، أسهل من واحد يشتغل. شوفوا بديت أشتغل كلش أبرم وتصير رفيعة لازم، لأنه راح نبرمها بعدين مرة ثانية، سويها على شكل حلزوني
شوفوا هسه طبقتين، واظل اخففها بهالطريقه. هسه بدي ابرم من الصفحتين واحد بعكس الاخ، سهله هواي مسوين. الشرك العراقي هواي يشبهه بس على بيحلى اكثر، يعني هواي يشبهه. هسه شنو هاي الفتحه ادخلها حتى، وابرم هاي المكان حتى تلزم زين عندنا، واحاول افتحها اكثر من افتحها وتنفتح من نخلي السمسم، اريدها يعني الفتحه كبيره احلى. شوفوا هسه نبدي، هسه اول شي بخليط الدبس والشاي، شوفوا بدات انفتحت اكثر هيجي اريدها. وهسه بالسمسم زين، كميه زينه، واخليها بالصينيه اللي هي عليها ورق زبده، واكمل ثاني وحده نفس الشي. شوفوا اللون شقد حلو مال خلينا الشاي صار على حني، كلش كلش خوش فكره، راح تعجبكم حتى تفيد بالشرك العراقي يصير همينه. وهاي الثانيه وهكذا كلهم، اهم شي يرتاحون. غطيتهم بالنايلون، راح اخليهم ساعه الى ساعه ونص يتضاعف الحجم من مكان دافي. شوفوا غطيتهم، هاي ساعه وربع اني اخذوا ضاعف الحجم، كلش كل زين. وهسه راح ادخلهم الفرن، شغلت الفرن على درجة حرارة عالية، نبدي ندخلهم الفرن. شوفوا الشكل من هسه حلو، والريحة خلاص. خليهم على درجة حرارة 400 فهرنهايت، 200 مئوية، هذه 400 فهرنهايت، ونخليها على البيك تاخذ لها 15 إلى 20 دقيقة. وهاي خلصت، شكلها كلش حلو. ان شاء الله عجبكم الفيديو، لا تنسوني باللايك، اشتركوا بقناتي اذا حابين، فعلوا الجرس. جمالهم كلش حلوين، وطعم كلش طيب مثل ما قلت السميط، ما يكون حلو، حابين يكون حلو زيدوا السكر يصير، بس هي هاي الطريقة الأصلية. شوفوا اللون شقد حلو من ورا الشاي، وأطيب سميد تركي. يلا عيني، مع السلامة.